وجيت معود معي عسل. ما شاء الله راح للماني على طاري العسل. ما... يجيك العلم شريت عسل من الماني. هنا عسل الغابة، الغابة السوداء ودي ترى حولها. عندهم الغابة السوداء. إيه شريته. قلت خلني. تجارة. لا والله هدايا. يوم جيت عند اللي يفتشون، طبعا هناك يتكلمون الماني. الأم هنا شنطتي فاضي، هنا ما رايح ثلاث أيام مدري لا أسبوع. وحط العسل في الشنطة. ويمر في السير. وكلهم المانيين ما بوقت سفر شتاء ثلوج. المهم يوم عينت لا للي قام المانيين طويل فلم عارف ما بهم قصير هم ما جرم تقول مهاجم. يوم قام قال لا 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 ويرفع شنطتي الناس جالسي انا يمكن العربي الوحيد اللي في المطار وانا اجلس. قال هو لهجته ما ادري شلون قايله بس تحس اني هاوش حتى لو ما هاوش. قال رفع قال لا 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 كأنه يقول ذي المن لا ألا يقول علمني بس صحيح أزيلك إيه وأنا أسكت. قال لا 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 وأنا أقول قلت لا 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 ذيلي طروق إيه. قال تعال أنا جا ما أدري شو يقول ما أدري شو يقول. قلت هو يفتح هو يطلع العسل. أنا ما كنت أدري إن قزازات العسل لي ممنوعة في الطيارة يعني جيت سافرت كل سوائل ممنوع. يا سلام وظن القزاز بعد ممنوع. هو يطلعها قال مدري شو يقول. قلت لي وهذا عسل هوني. قال وانا اخذها وانا ردها في الشنطه وانا اسكها. قال ارجع رح وانا اروح الزم شنطتي. قال مدري شو يعني ممنوع. هو يظهرها وانا اسك الشنطه حسب يقول طلع ورا الشنطه وانا القط الكرتون حقها في يدي كرتون في عسل وانا اروح به هو يلقطه مني. هو ياخذه فيها سله مثل ما تقول الامور اللي يتلفونها. قال يعني انطلها وانا لا يا ابن الحلال امسك يدينه لا تنطل ذا عسل وشريب غاليه مدري ايش ادري. يقول روح اشحنها مدري ايش تشحن سوالف وتطالب انا وياه. يبغت شوي لاني كان الوضع اشتد. هو ياخذ العسل مني ويحط الشنطه على جنب وينادي الامن العسكر الالمان عندي. انا ما عاد ادري ايش العلم. يا ولد قلت سبيك انجلش ابا اللي هرج انجليزي. طبعا لغتي الانجليزيه ما شاء الله ان شاء الله بكالوريوس لغه انجليزيه بكالوريوس وادب يقصد حتى بالانجليزي. ايوه حتى ادب الانجليزي يقصد بادب. قلت يا ولد ابا علمي. قال مدري ايش يقول. المهم ينادوا لي لبناني ما انساه شامي 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 لبناني ولا جابوه يهرج. قلت يو سبك انجليش. قال انجليش انت هرجوك انجليش ما عرفت انا هرجك عربي العلم وشو. قلت يو ده العسل ذا. قال انت ليه معند الرجل يقول روح اشحنه مع شنطة الشنطة وتعال ليه انت جالسين تقول بدا. قلت يو ده عسل موصيني في شيبان وبودي لهم وذا يبي ينطله والله ينطله اني لا اسوي بقى. قال لا تسوي لا روح اشحنه تعال الله والله انا مواقف اللي صدق كل اللي في المطار يعينوا فيه عندي العسكر والدنيا وفي المانيا حلو نحط تالي يحطوني قدام جهاز مؤسس بيديني كذا يفتشوني طراه مواقف طراه العسل انا صار لي موقف طراه العسل. سلام عليكم.